الوصية الرابعة: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقربوا الفواحش جاء في آيات أخرى التصريح بتحريم الله جل وعلا للفواحش، ففي سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش هو ما استقبح شرعا وتناهى وتعاظم في قبحه، والفواحش هنا عامة تشمل الظاهرة منها والباطن، لكن جاء التصريح بهذا المفهوم فيما بعدها، وذلك لتأكيد حرمة وقبح هذه الفواحش. ولذا قال: ما ظهر منها وما بطن، فقوله ما ظهر منها وما بطن يشمل كل الفواحش، فلا تبقى صورة من صور الفواحش إلا وقد نهي عنها.